بعض هذا خصصته للألواح المائية، ممكن الواحد لما يشوف المعرض يلقى فيه مواضيع مختلفة وأفكار مختلفة، في شيء من التراث، في شيء من بعض دول الخليج، من السعودية، من قطر، من البحرين، فخصصته في أكثر من موضوع، أكثر من فكرة. كوني موجود أنا اليوم طبعا في هذا المعرض، معرض ما شاء الله، أول شيء معرض غني وثري من ناحية المواضيع ومن ناحية التنوع بالمواضيع، وبالإضافة إلى استخدامه لخامة الأكواريل الألوان المائية. اللوحة هذه، لوحات المجموعة هذه، لوحتين خاصين في دولة قطر، هم أيضا معالم تاريخية لها تاريخ في قطر، فحبيت أني أركز عليها هني في المعرض هذه، يعني نوع من التنويع في الأعمال، يعني أن نأخذ أكثر من فكرة وأكثر من موضوع، يعني كلها تقريبا أعمال تاريخية من قطر. اللي موجودة الآن هذه كلها من المملكة العربية السعودية، رام واحد ورام اثنين ورام ثلاثة، ثلاث لوحات هذه كلها ألوان من أعمال من المملكة العربية السعودية. الألوان المائية وطريقة استخدامها، لكن أن احنا نشوفها متجسدة بهذا الكم من الجمال رغم البساطة ولكنها تحاكي الأعماق بتفاصيل التفاصيل، فهني الحبكة الجميلة اللي أنا يعني حبيتها وطلعت عليها من خلال أخذي طبعا لهذه الجولة في هذه اللوحات الجميلة بالمعرض. حقيقة أنا جدا سعيد بهذا المستوى وبهذا المعرض، ومثل ما قلت سعود الفرع يعني بالنهاية علم من أعلام الفن التشكيلي الكويتي. أتمنى طبعا من الشباب والأجيال أنها تزور هذا المعرض، تكون هذه فرصة أنها تطلع على هذا النوع من الفنون.